ده بيأكد على مسألة انه هناك مستقبل واعد لمسألة الطاقة المتجددة في مصر. والطاقة المتجددة في مصر مش بس طبعا مرتبطة بالشمس، لكن كمان مرتبطة بطاقة الرياح، طاقة كهرومائية. برضو احنا الاجيال اللي اتعلمت ان الطاقة الكهرومائية بالضرورة لازم تيجي من السدود على الانهار، لكن بعد كده اصبح في اكتر من حل زي الحصول على نفس ذات الطاقة بشكل مختلف من طاقة الامواج او حركة الامواج وما الى ذلك. لكن خليني اسألك على مستقبل مصر، يصل إلى أي مدى أو إلى أي حجم في مسألة التوسع في الطاقة المتجددة؟ ده حقيقي. يعني هو دلوقتي في طبعا طبقا لرؤية مصر 2030، واللي على طول بتعمل لها زي تطوير على طول، ان احنا نشمل اكتر من مصدر طاقه. يعني لازم يبقى في اكتر من مصدر طاقه بنعتمد عليه، طاقه الشمس وطاقه الرياح والامواج. وطبعا مؤخرا تم اضافه طاقه الهيدروجين الاخضر، وهيبقى في مشاريع طبعا عملاقه هتحصل في الفتره اللي جايه بالنسبه للهيدروجين الاخضر اللي هو مستمد من الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، بحيث ان انا استخدم ميه البحر اعمل لها تحليه وولد بيها الهيدروجين اللي انا ممكن استخدمه في توليد الطاقه الكهربائيه، او اللي انا ممكن استخدمه في انتاج الامونيا اللي بتستخدم في كثير من الادويه في المفاعلات النوويه. وطبعا ده في المستقبل ممكن اوروبا اصلا تستورد مننا الهيدروجين لتحويله الامونيا لاستخداماته في صناعات كتير، عشان هم ما عندهمش مساحه متوفره زي ما احنا عندنا او بيئه ان احنا ممكن نطور الموضوع ده في مصر. فعلى طول الخطه بيحصل لها تطوير وتنميه، وكل ما التكنولوجيا طبعا تظهر برضو العربيات الكهربائيه هتبدا تنتشر في مصر زي وزاره الصناعه. الوزير هشام توفيق بيحاولوا دلوقتي يبقى فيه زي مصنع في مصر لتصنيع السيارات العام. مظبوط. مصنع نصر. بالظبط. E70 العربية الجديدة ان شاء الله. بالظبط. المفروض تبقى السنة دي اظن، على نص السنة تقريبا. المفروض هو السنة دي. هم كان في مشاكل حصلت مع الشريك الصيني، بيحاولوا يشوفوا ثلاث شركات داني دلوقتي بيحاولوا يتواصلوا معاهم، بس ان شاء الله الموضوع مستمر عشان هي العربيات الكهربائية هي المستقبل. يعني بتعتقد انه مسألة الاعتمادية على طاقة خضراء او حتى طاقة اقل تلوثا زي الغاز الطبيعي وما الى ذلك، ده بيحتاج كمان لمسألة وعي لدينا احنا المواطنين ان احنا نتجه لده؟ يعني احنا لحد اللحظة اللي احنا فيها، عارف يجي يقول لك لا يا عم انا اشتري العربية اللي انا عارفها، اصل والشائعات اللي تطلع على عربيات الغاز وشائعات اخرى على عربيات الكهرباء، يعني واحنا برضو بلد يعز الشائعات شوية. ده حقيقي. هو طبعا بالفعل محتاج لوعي بسبب يعني حاجتين. الحاجة الاولانية ان مش معظم الناس فاهمه يعني ايه طاقه متجدده او طاقه خضراء او مدى افادتها، هتفيدنا في ايه. وزي ما حضرتك بتقول طبعا انا عارف الحاجات اللي انا عارفها احسن من اللي ما اعرفهاش، فلازم يبقى في توعيه. وانا بالفعل بشارك برضو في محاضرات في الجامعات لطلبه الجامعات والمدارس وبرضو بعض الشركات، اللي انا اوعيهم يعني ايه طاقه متجدده، فايدتها ايه. فده السبب الاولاني. السبب الثاني اللي ممكن يبقى الحلول البديله من الطاقه المتجدده اغلى شويه من الحلول التقليديه، بس هي اغلى شويه على المدى القصير، بس على المدى الطويل بتبقى مفيده في حاجات ثانيه. اللي انت بدل ما بتحارب التغيرات المناخيه اللي بتعمله زي ما احنا بنشوف، يعني مثلا بدا ممكن في القاهره في السنين بدا ينزل ثلج، في اسكندريه الامطار بدات تزيد، فاحنا بدل ما احنا بنواجه الازمات دي بندفع فيها فلوس عشان نواجهها، لو احنا استخدمنا مصادر طاقه نظيفه وبديله احسن ممكن الازمات دي نتغلب عليها وما نضطرش نصرف فيها فلوس. وهو بطبيعه الحال اي تكنولوجيا جديده بتبقى سعرها غالي بعد كده لما بيحصل لها، يعني اللي بنسميه ايكونومي اوف سكيل، فاللي بيحصل ان التكنولوجيا دي بقى سعرها ارخص، وبالتالي هتبقى في المتناول بشكل دائم.